بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناتكم قناة سعد الحجر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل تصميم زي اللي قدامنا ده بخطوات بسيطة وبطريقة احترافية. فلو مهتمين حاولوا تعملوا لايك، ولو أول مرة تدخلوا القناة دوسوا على سبسكرايب وفعلوا الجرس على كل عشان يوصلكم كل الجديد، وشاركوا الفيديو مع كل حبايبكم. ويلا بينا على طول نبدأ التصميم. اهلا بكم مره تانية في قناتكم قناه سعد الحجر. التصميم اللي قدامنا ده تصميم بروشور او وينفع برضو بوستر، ينفع رول اب، فهو يمشي على حاجات كتير جدا. التصميم ده بيتكلم عن شركه سفر وسياحه اسمها مكه، وبتقدم خدمات السفر للحج والعمره، وطبعا بتعمل سياحه ورحلات وكده، وبتقدر من خلالها ان انت تحجز التذاكر بتاعه السفر الطيران، ممكن اونلاين، ممكن من نفس المكان يعني من العنوان نفسه. فاحنا حبينا نعمل التصميم دهوت بحيث انه يعبر عن الشركه. طبعا الالوان اللي احنا اخترناها دي الالوان ديت تمشي مع السفر والسياحه، عشان الازرقات والحاجات دي بتمشي مع الطيران والكده. وطبعا اللون البرتقاني والاصفر ده بيعمل كونتراست بينه وبين الازرق، بيبينوا بعض. لما جينا نعمل الشكل بتاع الصوره عملناه بشكل شباك الطياره تقريبا بالشكل ده كده. ويلا بينا نبدا التصميم على طول. اول حاجه هنفتح مقاس جديد، فايل نيو، ونختار مثلا الاي 4، ونخلي كلر مود سي ام واي كي، وريزوليوشن هنخليه 300، وندوس كريت. هو 21:29.7 او 20:30 حاجه زي كده، وانت تقدر تستخدمه في اي حاجه ثانيه، ممكن تعمله بوستر، ممكن تعمله رول اب او اي حاجه. فتحنا المقاس، نبدا نشتغل على الباك جراوند. هنيجي كده ايه، نبدا من تحت كده، هنشيل الاستروك كده كده، نيجي نختار اللونين دول اللي هو الجريدينت ده، وابدا كده اخد ريكتانجل وابدا من هنا كده. المكان ده طبعا بيبقى مخصص للعنوان والايميل والحاجات دي والفيسبوك والارقام التليفونات وكده. ضغطوا شويه لتحت كده، وهناخد الجريدينت من هنا ونبدا نشيل الحاجات اللي انا مش عايزها كده، انا عايز لونين بس كفايه. بضغط واسحب فبيتشال معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ممكن اشيل اللون ده كمان عادي يعني، مفيش اي مشكله، خلي اللون ده هنا كده تمام. اخد منه نسخه الت واسحب كده مع الشيفت، وابدا اكبرها شويه كده فوق. ده الجزء اللي هيبقى فيه صور بالشكل ده، واجي مثلا اخد الجريدينت وابدا اختار لونين تانيين، اضغط ضغطتين كده. ممكن اخد اللون ده واجي على ده اضغط عليه ضغطتين، اختار اللون ده، اللون ده كويس تمام. واجي هنا كده اغير اتجاه الجريدينت مع الشيفت كده، اسحب بالشكل ده كده مثلا، ده كويس كده مثلا. ممكن اغمق ده شويه، اضغط ضغطتين هنا وانزل كده سيكل تحت. اوكي، اجي اعمل بقى الكيرف اللي احنا شفناه هنا، في هنا كيرف كده نبدا نشتغل عليه. هنشتغل عليه بايه؟ هنشتغل عليه بالبنتول او حرف البي من لوحه المفاتيح. نيجي من هنا كده ضغطه واحده، ونيجي هنا كده ضغطه، واسحب واسيب، يبقى معايا الكيرف بالشكل ده. اجي بالالت واضغط هنا على النقطه دي، بشيل الدراع اللي هنا، بتفضل معايا الدراع اللي هنا، او بكسر الدراع نفسه، وباجي هنا كده بالشيفت بقى ايه، ابدا احط النقط في الاركان بتاعه التصميم بتاعي كده، وارجع للنقطه الاولانيه اللي اشتغلت عليها. ممكن بالالت برضو اضغط على الالت واسحب كده، اظبط التصميم بتاعي كده. طيب الرسمه دي فوق، انا عايزها تحت. كنترول شيفت حرف الجيم هتجيبها لي تحت خالص، وابدا اغير اللون ده، اخليه كده مثلا اللون اللي هو كحلي ده، بضغط عليه الت واسحب لفوق كده حرف الاي، او اجي اخد الدروبر من هنا، او حرف الاي من لوحه المفاتيح واضغط هنا كده تمام، بيتغير لي التدريج اللوني بتاع الشيب ده. وكنترول حرف الجيم بنزل لتحت، وابدا بقى ان انا اشتغل على الايه، على الشيب نفسه. وجينا هنا كده وسحبنا بالشكل ده كده مثلا، وديت اضغط عليها واسحبها لفوق شويه، واجيب الجريدينت وابدا اغير اتجاهه كده بالشكل ده كده تمام. واجي اخد واحده ثانيه منها الت واسحب لفوق، كنترول حرف الجيم من لوحه المفاتيح وحرف الاي من لوحه المفاتيح برضو، اخد التدرج اللوني ده واجيب الجريدينت واغير اتجاه الجريدينت بتاعي، واخد حرف الاي من لوحه المفاتيح او السهم الابيض ده، وابدا اعدل في الاركان بتاعت الشيب. اضغط عليه ضغطه واسحب كده تمام، اضغط هنا ضغطه واسحب كده. اوكي، ممكن ده الازرق ده انزل بيه شويه كده، واجي من هنا كده ايه، اطلع بيه كده تمام كده مثلا. وناخد واحده ثانيه الت ونسحب، كنترول جيم، ونخليها باللون الابيض، او نخليها بدرجه لون قريبه من الابيض، يكون رصاصي شويه ودي تمام كده مثلا. ابدا احط الارضيه بتاعت السماء، اجيبها ازاي؟ فايل ليس او شيفت كنترول بي من لوحه المفاتيح، واخش هنا كده اجيب الخلفيه بتاعت السماء وابدا اسحبها من هنا كده كده تمام. عايز انزلها تحت، كنترول شيفت حرف الجيم من لوحه المفاتيح، خلاص كده تمام، واشدها شويه لتحت كده عشان ايه الجزء ده يبان معايا تمام. واجيب الريكتانجل
واعمل كده مستطيل هنا كده كانها شكل ظرف او حاجه اللي بتحط فيه تذاكر السفر او كده، واضغط هنا كده ضغطه ومع الشيفت اضغط على دي ضغطه كمان واسحب لفوق، تعمل كيرف الجنبين دول بس، واغير لونها مثلا بحرف الاي، اخد اللون ده كده تمام، وممكن اطلع بيها لفوق شويه كده كده كفايه، واجيب الدايركت سيلكشن وانشط النقطتين دول وانزل بيهم لتحت كده لغايه اول الارتبورد. هي شكل جمالي عامه يعني، احنا مش عاملينها ان هي لها هدف يعني الحته دي. نيجي بعد كده للتكست، احنا عندنا كلمه مكه حرف التي، اضغط هنا التكست اكبر شويه عشان اشوف انا بعمل ايه، اكتب مكه، طبعا هكتبها الشيفت، اضغط شيفت وحرف الام هتبقى كابيتال معايا حرف الام، وبعد كده اكمل عادي خالص زي ما انتم شايفين كده، وابدا اغير نوع الخط من هنا كده مثلا، ممكن ناخد الخط ده كويس لو فيه بولد يكون افضل، ايوه كده تمام. انا عايز اعمل شكل كده زي ما انتم شايفين ده، احنا عاملينه ازاي، هنيجي على تكست ناخد منه الت كده ونسيبه هنا كده، وديت نركنها خالص معانا كده عشان ايه الخط لو حصل فيه حاجه نقدر نرجع السورس بتاعه. اجي على اوبجكت واعمل له اكسباند، هيقول لك اوبجكت ولا فيلا، هيبقوا الاثنين عادي ما فيش اي مشكله، واقول اوكي كده الخط اول معايا ما عادش هو ايه، ما عادش خط، لا ده بقى معايا قطع كده بقى شيء عادي خالص ما عادش ينفع تكتب عليه، لذلك انا خدت منه السورس ده. وهاجي هنا على الاداه اللي احنا اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات، اداه البنسل تول، وابدا اخد من هنا كده خط كده اهوت تمام، واجي ازود الاستروك بتاعها كده بالشكل ده، وابدا اكبر بالالت كده واظبط الشكل بتاعي على السمك بتاع الخط، هو كده مش قده بالظبط، احنا ممكن نزود شويه يعني سيكه كده مثلا، مش بطال تهيألي كده قريبه قوي. وهاجي على الخط على الرسمه اللي انا راسمها دي، وهاجي هنا على اليونيفورم وهاجي اختار الاختيار ده، تبقى تخينه من هنا ورفيعه من هنا تمام، كانها كده ايه الدخان بتاع الطياره. وهاجي اجيب السموس تول عشان اظبط شويه الكيرف اللي احنا خدناه ده بالشكل ده كده، وانا ضاغط على الاستروك اللي انا عامله ده، اجي هنا برده على قائمه اوبجكت واختار اكسباند ابيرنس، تبقى معايا برده بنفس الطريقه زي الحروف كده، اجي اختارهم مع الكلمه كده، اخش على البروبرتيس والباس فيندر، اضغط على يونت، خلاص كده بقوا ايه حته واحده. هنكبر شويه كده ونبص على الكسره اللي موجوده هنا دي، هنجيب السموث تول ونبدا ان احنا نظبط كده، نفضل نضغط كده لغايه ما هي تظبط معانا، من هنا برضو تمام كده صغر كده. باجي على حرف الكي ده، ادخل كده ضغطتين، طبعا هم جروب، انا ممكن اطلع بره الجروب كده واجي عليهم كليك يمين ان جروب كده بالشكل ده، بقى كل حاجه لوحدها. وحرف الاي من لوحه المفاتيح واختار الشكل ده كده او الجريدينت ده، بحيث ان حرف الكي هو اللي يبقى مميز شويه عن بقيه الحروف بتاعت مكه. واجي على حرف الام واختار بالاي برضو اللون ده، واجيب الجريدينت وابدا اظبط اللون ده مثلا اخليه الغامق ده اوكي كده، واجي اجيبه من فوق كده، ممكن ده برضو اظبطه شويه بالشكل ده اوكي، ونشط الحرفين دول وحرف الاي من لوحه المفاتيح، واخد التاثير اللي موجود هنا في الحرفين كده، يبقى الكلمه كده تمام. ابدا اخدها بقى واحطها في التصميم بتاعي مع شيفت كده واصغرها شويه كده مثلا تمام. طبعا انا حاطط الطياره هنا اهيت، سيب لكم الحاجات دي كلها في الديسكريبشن، قطع عندي هنا كده بالشكل ده، اكبر شويه اخليها على الكيرف ده كده، اظبطها كده مثلا ده معقول، يبقى كان ايه الطياره طايره كده وراجع تاني يعني ذهاب وعوده كده، تفهمها زي ما تفهمها يعني. انا عايز اكتب هنا ترافل، اجي كده برضو بالريكتانجل وابدا ارسم مربع كده بالشكل ده كده، واجي هنا اضغط عليها واضغط هنا بالشيفت على الدايرتين دول، ابدا اسحب كده او يعني، ونجيب دي هنا كده خلي لونه ابيض، اجيب الدايركت سيلكشن ونسحب كده ونخليها جوه بالشكل ده كده، ممكن نوسعها شويه ونكتب فيها ترافل، طبعا احنا عندنا خط هنا اهو نكتب عليها ترافل، ونخلي الوزن بتاع الخط اقل من كده، نيجي مثلا نختار اي نوع خط من دول كويس مش وحش، طبعا هو تحت بضغط كنترول شيفت حرف الدال من لوحه المفاتيح، وببدا اصغر مع الشيفت كده عشان يبقى نسبه وتناسب كده مش بطال، بس احنا ممكن نصغره شويه كده، عايزين نخلي لونه ازرق، خش هنا كده ونختار مثلا اللون ده او اللون ده، ده كويس شكل ده كده مثلا، وهنيجي تحت هنا نكتب جمله ثانيه نخليها باللون الاسود عشان تبان اكتر من كده مثلا، وممكن ان احنا نحط حاجه هنا فاصل، هنجيب اللاين ده ونيجي من هنا كده نضغط ومع الشيفت نسحب بالشكل ده ونزود الاستروك بتاعه كده مثلا تمام، كنترول زيرو ابص على التصميم من بعيد، نيجي بقى نحط الطياره، كنترول شيفت حرف البي من لوحه المفاتيح بي ان جي، فانزل على طول بالشكل ده كده وابدا اصغرها
كده مثلا، واجي هنا كده طبعا كده ايه مش ظبط قوي، نحاول ان احنا نظبطها كده بالشكل ده كده مثلا. حتى لو دخلت في الكتاب عادي يعني مفيش اي مشاكل، يهمنا كلمه مكه والرحلات والحاجات دي والحجز والعمره والكلام ده. ممكن نيجي على الجريدينت ده اللي هو البرتقاني ده ونعمل له حاجه دروب شادو، خش على ابيرنس على اف اكس ستايلد دروب شادو، بص تلاقيه عمل معاك دروب شادو كده. عايزين نحركه من هنا، نبدا نضغط هنا كده ونحركه كده رايح يمين، عايزينه على الصفر هنا، هنا نضغط لتحت ده يطلع لفوق كده. اديني شويه بعد برضو في تصميم، اجي على لوبستي اقللها شويه برضو عشان ما تبقاش اوفر قوي، ونقول اوكي تمام كده. نزل الطياره شويه كده ماشي الحال. نيجي بعد كده نرسم الفتحات بتاعه الشبابيك الطياره عشان نحط فيها الصور بتاعتنا. نيجي في جنب كده وناخد ريكتانجل نظبطه كده، ونيجي من هنا كده نسحب الاركان كلها تبقى معانا بالشكل ده كده مثلا، نخلي لونه ابيض اوكي، ونخش على قائمه ابيرنس ونخش على الاستروك نزوده. طبعا هو الاستروك بيخش جوه كده، احنا عايزينه تحت عشان يبان ان هو بره بس، نيجي نزوده عادي براحتنا كده تمام، ونخليه جريدينت. خش كده نضغط هنا ونضغط هنا عشان تيجي معانا، ممكن نخش بقى هنا نضغط كده نخلي الجريدينت ده الدرجه دي كويسه تمام. هنيجي هنا على الاسود، هنغير الاسود ده نخليه فاتح شويه كده مثلا تمام كده كويس، هنصغر شويه طبعا هي مش ظابطه معانا، هنيجي من هنا ونعمل كده مثلا خليها كده، نبدا نصغر هتظبط معانا مع الشيفت كده مثلا، ممكن نرفعها شويه نقلل الاستروك شويه، الفيل نخليه ابيض الطريقه دي كده مثلا تمام، والجريدينت بتاعها ده نخليه الاسود قليل شويه كده مثلا. هنعمل كوبي بقى منها، هنعمل كده كنترول سي كنترول اف، وهنروح على الابيرنس وهنشيل الاستروك كده تمام. يبقى عندنا واحده اهي، نخش على الاف اكس وناخد الستايلز ودروب شادو نخلي كله كده بالشكل ده، نقلل الوست خالص هتديك كده ايه زي تجويف كده بالشكل ده، وناخد منها ثلاث نسخ. ونخش بقى نجيب الصور بتاعتنا، كنترول شيفت حرف البي، وناخد مثلا الكعبه المشرفه رب كلنا نزور النبي، ونيجي كده وناخد دي اللي هي ما فيهاش اي تاثيرات دي كده نطلعها فوق كنترول شيفت حرف الدال بالشكل ده كده، ونصغر على قدها الكعبه تمام كده مثلا، نشطهم كلهم مع بعض الاثنين وكليك يمين، وهنعمل كليبنج ماسك ميك كليبنج ماسك كده، الصوره جاهزه هنا حطها هنا تاني كده. واخد دي نفس الحكايه كنترول شيفت حرف البي، واجيب صوره باريس او برج ايفل حطها هنا كده، اخد دي برضو واخد نفس الصورة اللي برا اخدهم كده بالشكل ده هنا كده، وابص كده على التصميم يعني تقريبا كويس. هاجي اعمل حاجة، هاجي على دول كده انشطهم كلهم كده بدي كمان بالمرة، وهضغط على كنترول حرف التوم لوحة المفاتيح، او اخش هنا اوبجيت لوك وتخش تعمل لوك. طبعا انا عملت خلاص، لو عايز افك اللوك او اعمل انلوك بعمل الت كنترول تو او اضغط هنا لوك اول تمام. انا بعملها ليه؟ عشان اعرف اتحكم في الصور دي تمام. دي برضو نفس الحكايه ممكن اعملها كنترول تو خلاص كده، انا ما عادش عندي الا دول بقدر اتحكم فيهم، ممكن اجيبهم كده كده شويه وكده شويه بحيث ان الثلاثه يبقوا على محاذاه واحده، ممكن اعمل ده كده واجي اعمل كنترول جي اخليه جروب عشان يتحرك كله مع بعضه كده، وده برضو نفس الحكايه كنترول جي ده كنترول جي، ممكن تجيبهم كده وتنشط الثلاثه وتيجي على الالاين وتيجي عليها هنا كده خلاص الثلاثة كده ايه مظبوطين. ممكن بقى مع الشيفت تصغر شوية تطول دي شوية كده مثلا بالشكل ده كده اوكي. طبعا مجهز الكتابة بتاعتي او التكست بتاعي هنا، انا هجيب الحج والعمرة والتوريت واجيب البوكينج فلايت اجيبهم كده مع بعض، انت براحتك بقى اكتب زي ما انت عايز، احنا بنعمل كده عشان بس ايه وقت الفيديو ما يطولش معانا. وابدأ اسنتر بقى كل واحدة مع التانية كده مثلا، انشط دول مع دول واجعل دي كده مظبوطة في وسط بعضها، دي كمان كده نعمل لها اللاين كده دي نشاطهم مع بعض كده اونلاين كده اوكي. اروح بقى اجيب الفيسبوك والتويتر والحاجات دي بالشكل ده كده، والجملتين المحفزين بوك ناو مثلا يعني احجز الان كده فوق حجز التذاكر بوك ناو، ونجيب ديت اللي هي ليتس ترافل يعني هيا نعمل رحله وكده يلا بينا نمشي من هنا البلد اللي ما بتقعدش فيها دي تمام كده. وابص على التصميم بتاعي لو هو تمام مش تمام، احاول ازود حاجه اعمل استروك الحاجه توضح حاجه احط سحابه احط حاجه معينه. انا ممكن اجي كده اعمل دايره مثلا شيفت كده عشان تبقى مدوره، واجي اخلي الوستي بتاعها مثلا كده حته زي دي كده مثلا، واخد منها كوبي
الت وصغر كده مثلا، يعني شكل يعني مش اكتر، يعني عندنا مش بنعمل حاجه، ولو ما عملتش خالص الحاجه تمام وزي الفل، خد منها نسخه حطها هنا كده. بس ده احنا كده كترناها بلاش خلاص كده نشيلها خالص من هنا كده معقول يعني. انا حاسس ان انتوا لغايه دلوقتي ما عملتوش لايك، لو سمحتوا اعملوا لايك، يعني انتوا اللايك بتاعكم ده دفع للامام يا فندم والله، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده، لان الحاجات دي انا دي تطبيقات على البرنامج الالستريتور، لان احنا ما كناش عملنا تطبيقات عليه، فانا بحاول ان انا اقدم لكم حاجه ان هي تقدروا ان انتوا تتدربوا عليها، والملفات كلها موجوده عندكم في الديسكريبشن، فيا ريت تطبقوا اللي احنا قلناه النهارده، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ختاما، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.